من قال أن السياسة شغل الفلسطينيين الشاغل؟ ها هم يبدعون في الفن الغنائي. إن شاء الله نال إعجابهم. غنيها برنامج فلسطيني وصل إلى مراحله الحاسمة 11 متسابقا، أشعل أروقة قصر رام الله الثقافي في نسخته الثالثة. الفائز عندنا مثلا بياخذ منحة دراسية لأنه كمل في دراسة الموسيقى، بنعطيه أغنية تسجيل أغنية برضو كهدية من البرنامج كجائزة على فوزه، وهذا الإشي طبعا بيعطيه هيك خطوة أولى لأنه يقدر يكمل في المجال اللي بيحبه. الموسيقى لغة عالمية تجتاز الفضاءات والحواجز والجدران دون جواز للسفر. فيروز فلسطين الجليلية أمل مرقص كانت حاضرة في لجنة التحكيم. أتمنى إنه يحظوا الأطفال الفقراء في رعاية بمجال الفن، إنه يعطين هذا هاي الأداة الرائعة اللي اسمها فن في الوضع السياسي اللي إحنا عايشينه، لأنه بالفن بنقدر نحلم، بنقدر نبني وطن، بنقدر نبني حرية، وهذا المحل أنا شخصيا برتاح فيه إني أغني. خليك حدي خليك حدي يا حبيبي غيرك والله ما بدي لا ما بدي يا حبيبي. يهدف البرنامج الذي تموله القنصلية الأمريكية العامة في القدس وينفذه مركز تطوير التعليم بشراكة مع مؤسسات محلية إلى البحث عن أجمل المواهب الفلسطينية الصاعدة وتقديم التدريبات لها على طريق النجومية. عندنا كثير من المواهب، عندنا كثير من الناس المبدعة، ولكن ناقصها مين يسلط الضوء عليها. عادة احنا بنشوف الفلسطينية أسرى وإضراب عن الطعام وإغلاق ومنع تجول وحواجز، فمرات بحب أشوف فسحة أمل، أشوف فيها شوية إنه في شباب اللي كمان بيقدر نشوف فلسطين بجماليتها في جميع أشكالها وألوانها. غنيها الشعب المحتل بالفن والأصالة، معليها ببيوتها بروابيها بشواطيها، بحاضرها بماضيها غنيها، بركي صوتك حكومات العالم بواعيها. نزار حبش من مدينة رام الله، تلفزيون وطن.